السلام عليكم أبنائي الأعزاء. المجال هو الحفلات والأعياد، المكون الاستماع والتحدث. الموضوع هدايا العيد، أهداف الحصة، توقع مضمون الحكاية هدايا العيد، واستخلاص مضمونها. إذن الوحدة السادسة، افتحوا الكتاب ولاحظوا معي الصور. الصورة الأولى صفحة 132، لاحظوا الصورة الأولى، الطفل ماذا يفعل؟ هو نائم يحلم بصندوق ويبحث ما يوجد بداخله. في الصورة الثانية لاحظوا الطفل كذلك نائم يحلم بقميص رياضي. الصورة الثالثة، الأسرة تحتفل بعيد ميلاد الطفل. إذن من خلال هذه الصور تخيلوا أحداث هذه الحكاية لنفكر في بعض التوقعات التي يمكن أن تحدث. مثلا الطفل ستؤديه أخته أو تقدم له حذاء، الأسرة ستقدم له مجموعة قصصية أو قميصا جيد. إذن استمعوا لهذه الحكاية للتحقق من هذه التوقعات. استلقى نبيل على فراشه ليلة عيد ميلاده، بدأ يفكر في الهدايا التي سينالها. غلبه النوم ورأى في منامه أنه وجد في الصباح صندوقا كبيرا. فرح نبيل وهو يحلم، قال: لا شك أن أبي أحضر لي مجموعة من حكايات وقصص الأطفال. حلم أنه فتح الصندوق بسرعة، ولكنه وجد به صندوقا آخر أصغر، فقال: يظهر أن أمي قد اشترت لي من المكتبة أدوات الرسم التي وعدتني بها. فتح الصندوق فلم يجد أدوات الرسم، وجد صندوقا آخر أصغر من السابق، فقال في نفسه: لعل هذا الصندوق به القميص الرياضي الذي وعدني به أخي. فتح الصندوق فوجد بداخله صندوقا أصغر، فتحه وهو مشتاق إلى معرفة ما بداخله، فوجد ورقة كتب عليها بخط أخته: كل عام وأنت بخير يا نبيل. أفاق في الصباح وهو يفكر في تلك الهدايا التي رآها في منامه. سمع صوت أمه تقول له: تعال يا بني، كل عيد وأنت بخير. قبل أمه وأباه وأخته وأخاه وقدموا له الهدايا المناسبة، وهي المجموعة القصصية وأدوات الرسم والقميص الرياضي. فرح بها وفرح بتحقق حلمه. إذا لاحظوا معي هذه الأسئلة الآن. السؤال الأول، ما هي شخصيات هذه الحكاية؟ نعم، شخصيات الحكاية هي نبيل والأم والأب والأخت والأخ. في ماذا كان يفكر نبيل عندما استلقى على سريره؟ نعم، كان يفكر في الهدايا التي سينالها بمناسبة عيد ميلاده. جيد، ماذا رأى في منامه؟ نعم، فكروا، رأى في منامه ماذا؟ رأى صندوقا كبيرا. أحسنتم. عندما فتح الصندوق الكبير ماذا وجد؟ وجد صندوقا آخر أصغر. نعم، ما الهدايا التي كان يفضلها؟ نعم، الهدايا التي كان يفضلها القميص الرياضي وأدوات الرسم والمجموعة القصصية. أحسنتم. ماذا وجد في الأخير؟ نعم، وجد ورقة بخط أخته مكتوب عليها كل عام وأنت بخير
يا نبيل، ماذا حدث عندما استيقظ من النوم؟ ماذا حدث؟ نعم، عندما استيقظ من النوم هنأته أسرته بعيد ميلاده وقدمت له الهدايا التي كان يرغب فيها. إذا من خلال هذه الأسئلة نتوصل إلى مضمون الحكاية. فما هو مضمونها؟ عن ماذا تتحدث أو حول ماذا تتحدث هذه الحكاية؟ نعم، استخلص. تتحدث الحكاية عن طفل اسمه نبيل. أحسنتم، كان يفكر في هدايا عيد ميلاده. جيد. وفي منامه رأى صندوقا كبيرا بداخله صناريق الواحد وسط الآخر. جيد. عندما نهض من النوم هنأته أسرته، نعم، بعيد ميلاده وقدموا له الهدايا التي كان يحلم بها. لما يقولنا هذه الهدايا المجموعة القصصية وأدوات الرسم وكذلك القميص الرياضي. نعم، أحسنتم. إذا لاحظوا الآن معي هذه الصور، ماذا تشاهدون؟ هذه البنت تقدم باقة من الورود لأمها. جيد، ما المناسبة؟ المناسبة هي عيد الأم، إذا هي تعبر لأمها عن حبها لها بهذه الهدية. عيد الأم من الأعياد التي نحتفل بها. جيد. إذا الآن متى تعم الفرحة في جميع الناس كبارا وصغارا؟ اذكروا بعض الأعياد الدينية التي نحتفل بها والتاريخ الذي نحتفل.